مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. في خبر جديد، طلبت الجمهورية الموريتانية دعما من المغرب من أجل إنجاز دراسة تقنية تخص الطريق الرابط بين عاصمتها الإدارية والعاصمة الاقتصادية للبلاد. وطلب وزير التجهيز والنقل بالجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد علي ولد سيدي محمد من وزير التجهيز والماء المغربية نزار بركة يوم أمس الثلاثاء بالرباط إمكانية إعداد دراسة تقنية تخص الطريق الرابط بين نواكشوط ونواضيبو وإرساء شراكة متينة بين البلدين في مجال الأشغال العمومية، وهكذا المساهمة في بناء العديد من المنشآت الفنية بنواكشوط من أجل تحسين انسيابية حركة المرور بالعاصمة الموريتانية. الوزير الموريتاني الذي يجري زيارة إلى المغرب على رأس وفد هام أجرى مباحثات مع بركة تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال البنية التحتية. وقال نزار بركة إن محادثاته مع الوزير الموريتاني تأتي أيضا في سياق التحضير لانعقاد اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وموريتانيا وتقاسم الخبرات والتجارب الناجحة ذات الصلة وبحث إمكانية إطلاق مشاريع مهيكلة لها وقع إيجابي في موريتانيا، لا سيما تقوية شبكة المواصلات بين نواكشوط ونواضيبو. من جهته أكد الوزير الموريتاني أن الزيارة التي يقوم بها إلى المملكة على رأس وفد هامة تندرج في إطار تعزيز التعاون بين البلدين وتبادل التجارب وتقاسم الخبرات في مختلف مجالات البنية التحتية. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.